أبدأ. تفضلي سمر. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في جلسة نقاشية للكتاب نادي أوت أند أباوت. اليوم الجلسة النقاشية راح تكون عن مناقشة لكتاب صائد اليرقات للكاتب الروائي أمير تاج السر. بدي أحكي شوي عن الكاتب. هو طبيب وروائي سوداني، نال أعماله اهتماما كبيرا في الأوساط الأدبية والنقدية سواء كانت على المستوى العربي والعالمي. في كثير من أعماله ترجمت للغات الأدبية مثل اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وغيرها. الكاتب والروائي ولد بشمال السودان عام 1960 وتلقى تعليمه الأول، وكان عاش بمصر أكمل تعليمه الجامعي في دراسة الطب في مصر من عام 1980 لعام 1987 في جامعة الطب في جامعة طنطا، وبيعمل حاليا طبيب باطني في العاصمة القطرية الدوحة. بدأ رحلته مع الكتابة في مراحل مبكرة عمره في المرحلة الابتدائية، لكن كان يكتب فيها القصص البوليسية، كان تقليد لما كان يقرأه في أثناء سنين الطفولة. وبالمرحلة الإعدادية أو المتوسطة بدأ يكتب الشعر بالعامية، وكانت أشعاره متقنة لدرجة أن مطربين بهذاك الزمن كانوا يغنوا من أشعاره. استمر في كتابة الشعر حتى خلال دراسته للطب وباللغة العامية، لكن في عام 1985 بدأ يكتب الشعر باللغة الفصحى حتى وصل لمراحل متقدمة، وبدأ ينشر قصائده في مجلات كتير كبيرة ومزدهرة مثل القاهرة وإبداع والمجلة والشرق الأوسط. كان يتوقع الكثير من أصدقائه أنه هو يضل في مسار الشعر، لكنه قرر أنه يتجه لمجال الرواية. كان بتشجيع من أحد معارفه أو من أحد الناشرين اللي لفت نظره أنه هي طريقة كتابته للشعر فيها كثير من السرد، فقال له أنت بتقدر تكون روائي، فتشجع هذا الكلام فكتب رواية الأولى اللي اسمها ترماكول في عام 1988 صدرت. كلفته ان هي برهن ساعته، كانت ساعه رولكس، ساعه هي ثمينه، فرهنها عشان يتمكن من طباعه الكتاب ونشره. لاقت هاي الروايه صدى واسع واقبالا كثيرا، حتى انه قدر انه يسد الرهن ويسترجع ساعته اللي هي الثمينه، انها كانت هديه من الوالد. ف بعد ما خلص دراسة الطب رجع للسودان، هناك انشغل بهذيك الفترة بأعماله، وكان يروح بأماكن بعيدة فابتعد عن الكتابة. وطبعاً هاي التجربة الحياتية وتجربة الطب، هي مر بتجارب كثيرة بالأحياء البعيدة وبالمحافظات أو بالمشاكل اللي كان يواجهها خلال الطب أو الحالات اللي يواجهها، فصار نوعاً ما اختزن كثيراً من القصص اللي ترجمها فيما بعد للروايات، خاصة من رواية رجع للكتابة بعام 1696، كتب روايته اللي هي سماء بلون الياقوت. بعد انقطاع عن الكتابة دام 10 سنين، وهي مستوحاة من بيئة شمال السودان. بعدها في رواية نار الزغاريد وكثير من الروايات. لكن البداية الحقيقية أو هي مرحلة الانتشار إله اللي كانت في رواية مهر الصياح، أنا ممكن أكون مش معطيتها اللفظ الصحيح، هي حسب مكتوبة. هذه كانت الرواية مكتوبة عن ضخمة، هي رواية ضخمة ذات طابع تاريخي. بدي أذكر بعض من الجوائز اللي عليها الروائي والطبيب أمير تاج السر. رواية 366 حصل عليها على جائزة كتارة عام 2015. العطر الفرنسي كان من ضمن القائمة الطويلة اللي الجائزة في الأدب العالمي مترجم عام 2016. منتجع الساحرات كانت بالقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد بالكتاب عام 2017. زهور تأكلها النار كانت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية بوكر عام 2018. إيبولا 76
كانت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية لأفضل أعمال مترجمة عام 2018. رواية طقس القائمة، رواية طقس الطقس، هي كانت ضمن القائمة الطويلة في جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها العاشرة. أما روايتنا اليوم اللي هي صائد اليرقات كانت ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، جائزة بوكر عام 2011. هلا بهاي الرواية حدث هيك، أعطي نبذة قصيرة عنها. هو بيتحدث فيها عن رجل أمن متقاعد. هذا الرجل الأمن بعد قرر أن يمتهن مهنة الكتابة، فقرر أن يكتب الرواية بالرغم من أنه لم يكن قارئا ولم يكن لديه سابق خبرة بالكتابة سوى كتابة التقارير الأمنية. لأجل تحسين الكتابة، حتى يتمكن من كتابة هذه الرواية، قرر أيضا أن يذهب إلى مقهى الجميز. هذا المقهى كان يجتمع فيه الكتاب اللامعين والمشهورين والكتاب الذين كانوا يتلمسون طريقهم في، يعني كانوا يكونوا حتى يكونوا مشهورين، شعراء ومشهورين ومغمورين وصحفيين، ويعني كان يعتبر مقهى أدبيا أو ثقافيا. فحب يلتقي خاصة بالروائي ألفتا، هو يعمد إلى سارة، إلى أسماء الأشخاص هي بالأسماء الحرف الأول من اسمه واسم العائلة ما عدا اسم اللي هو الراوي اللي هو عبد الله حرفش. فبتعرف هذا، فبيعرض عليه انه يساعده او انه انا بدي ابدا بهذه الكتابه. بيعرض عليه اول كتابه له، فهنا بقابلها بالنقد اللاذع، فبقول ان هاي التقرير هذا مش روايه، هاي تقرير أني. فيقرر الروائي يطلب منه المساعده فبيساعده، فحتى تنتهي يعني تعرض هذه الروايه أحداث وتعرض أيضا شخصيات كثيرة ممكن أن يستخلص منها الراوي أو الكاتب المشهور منها حتى يكتبوا روايتهم التي يريدونها أن تنتشر. فبالنهاية ما بنعرف هل هو بينجح الرجل الأمن المتقاعد في أن يصل يكتب كتابة هذه الرواية أم لا. بدي أعرف هلا كيف اللي قرأ هاي الرواية، وبدنا نعرف شو هو برأيكم، شو هو الدافع اللي دفع هذا رجل الأمن المتقاعد لأن يقرر لأن يكتب هذه الرواية بالرغم من ضآلة معرفته بعالم الثقافة وما إلوش خبرة، وشو هالثقة، من أين استمد هذه الثقة إن هو يقرر إن يكتب هاي الرواية. حدا في أسيد؟ نعم تفضل أسيد. مساء الخير جميعا مرة أخرى. جوابا على السؤال ما هو الدافع الذي جعل هذا رجل الأمن أن يقرر كتابة رواية، طبيعي في بداية الرواية الكاتب تاج السير بيوضح لنا هذا الدافع. بيبدأ رجل الأمن بذكر بأنه قرأ من عدة صحف ومجلات أن هنالك إسكافي، ما بعرف بنغالي، كتب رواية وهذه الرواية لاقت نجاح وقبول، وأن هنالك بائع ورود بنغالي قرأ أيضا هذه الرواية، كتب رواية وهو بائع ورود يعني مش متخصص في الأدب، ونجحت هذه الرواية ولقيت رواجا، وأن هنالك غانية مش عارف برازيلية ولا مش عارف إيش، نفس الشيء كتبت رواية وكتبت عندما تابت يعني عن هذا المجال كتبت رواية ونجحت. فهو يعني يقول للذين يخاطبهم للقراء يعني إنه بما إنه هؤلاء نجحوا في الكتابة لماذا لا أنجح أنا؟ لماذا لا يقوم رجل يعني بحث جنائي خلينا نسميه أو رجل أمن بكتابة رواية وأن لا تنجح؟ فهذا كان دافع الأول ومبرر الأول، أن مش شرط يعني ليس بالضرورة أن يكتب رواية أديب، لا ممكن أي واحد يكتب رواية وتنجح. هذا كان الدافع الأول. أنا طبيعي أتفق معه، يعني مش شرط أن يكتب الرواية أديب، أي واحد ممكن يكتب، لكن النجاح بصفي عملية
شانس يعني حظ، ممكن تزبط معاه وينجح وممكن ما تزبط وما ينجح. هذا جانب. جانب آخر الذي شجعه على الكتابة، يعني النقطة الثانية، إنه هو أصلاً كاتب، يعني هو رجل يكتب تقارير بشكل يومي. بعدين كما وضح لنا، هاي النقطة الثانية، أنه هو أصلاً كاتب. النقطة الثالثة إنه هو كاتب، وكما وضح لنا يكتب تقاريره اليومية مضيفاً إليها خيال، يعني هو لا يكتب في تقاريره الحقيقة، هو يكتب في تقاريره الحقيقة زائد خيال، إضافات، يعني بحب يملح، بحب يبهر، يعني في أحد المرات يريد أن يهدد أحدهم عن زوج عمته، تشتكي عمته لفرفار، عبد الله فرفار، تشتكي من زوجها، فيكتب تقرير أنه يعني يتخابر مع دولة أخرى. قضية التخابر هاي مشهورة، طبيعي ما في منه الكلام أصلا، فهو رجل عنده خيال واسع يعني. فلما لا يكتب إذا كتب الآخرون ونجحوا، وهو أصلا بطبيعة الحال كاتب، وهو كاتب وكتاباته ليست تمت للواقع، يعني لا تعكس الواقع كما هو بل تعكسه بخيال، إذن هو كاتب خلاص، ليش ما يجرب هذه التجربة. رابعا، هو لما راح وجلس مع الأديب ومع الأشخاص أعجبه وحب أن يصبح مشهور كما هذا الأديب المشهور، وأن يدخل عالم الشهرة، وأن كما كانت أحد المعجبات بالكاتب تملقته وقالت له هذه كتابة الذي أنت كتبتها كتابة جن وليست كتابة إنس، فأعجب هذا الأجواء، أجواء الكتابة والكتاب والأدب، فأراد أن يدخل هذا المجال. هاي أربع نقاط أنا أستطيع أن أقدمها كجواب على هذا السؤال، وشكرا. نعم، في مين؟ في جالكس؟ أحمد طه. في جالكس؟ جالكسي 51؟ هذا أنا نزلت الهند. لا، في أحمد طه سمر، تفضل أحمد. مرحبا بالجميع. مرحبا. هل صوتي مسموع؟ تحياتي لكم جميعا ومرحبا. كمحاولة بسيطة للإجابة عن السؤال، أولا هناك أسباب روتينية ذكرها الأخ قبل قليل، أسباب تتمثل أنه لديه تصور أنه يستطيع أن يكتب، أو طالما كتب التقارير بل أضاف عليها كذلك، يعني هذا لديه نوع من الخيال. وأسباب أنه يعني كان رتبة محترمة في الأدب، وأدى به أحد إلى التقاعد، وهذا حسن تراجع، لهذا هو أراد أن يعود. ثانيا أنه رأى سهلة نوعا ما عندما علم أن هناك كاتب قالي وبغي أطلعت أحد تكتب وبائع وروتيني، كل هذه الأسباب ممكن نسميها أسباب روتينية قد تطرا على اي شخص، ولكن هناك اسباب اخرى، والتي فيما ارى فيما اعتقد ان الروايه تريد ان تشير الى هذا الجانب النفسي في عقليه رجل الامن او الرجل البوليسي. هذا الرجل الذي اهتمام بالقشور دون الجوهر كما سيظهر في احداث الروايه فيما بعد، لهذا فعندما اتت فكره الكتابه هي تكون فكره جوهريه في ذهنه، لأنه ربما المهنة، تلك المهنة عودت تلك العادة السيئة، أو كما اسمها الكاتب كاتب المهنة، عودت العادة السيئة وهو عدم النظر إلى الجوهر وإهمال الجوهر والاهتمام بالقشور. هذا الجانب النفسي الذي تتمحور حوله كل الرواية أراه هو الدافع الأساسي، إضافة إلى الأسباب الروتينية التي أشرنا إليها، يعني الحافز الذي أعطاه إياه البائع الورود وجمع. هذه كمحاولة بسيطة.
عفيف، أستاذ عفيف. شكرا أحمد. في الأستاذ عفيف. عفيف. عفيف مساء الخير ويعطيكم العافية جميعا. مساء النور. إجابة على السؤال أنا رح أجاوب من زاوية تانية. أنا اللي بدي أقوله إنه مش عبد الله فرفار هو اللي قرر يكتب رواية، ولكن أمير تاج السر المؤلف هو اللي تلبس شخصية عبد الله فرفار وعم يحاول يقدم لنا نماذج من الكتاب أو من أدعياء الكتابة، أمثال الإسكافي والنماذج اللي ذكرت من الزملاء. واختار عبد الله فرفار بصفته رجل أمن لأنه بشوف أمير تاج السر إنه كل هالروايات هذه اللي عم تطلع من أدعياء الكتابة عم تجي خالية من أي نكهة ومن أي جمالية، وعم تجي أقرب إلى التقارير الإخبارية. لهالسبب كانت الشخصية المحورية لبها الرواية هو رجل الأمن اللي عمل روايته أقرب إلى التقرير الأمني. يعني اللي بدي أقوله أنه فات أمير تاج السر بهالمدخل هذا لحتى ما يتحمل المسؤولية، فتلبس هو أو لبس التهمة لعبد الله فرفار أنه عبد الله فرفار هو اللي قرر يكتب، ولكن أراد أمير تاج السر أنه يخبرنا أنه هناك رجل أمن وهناك إسكافي وهناك مغني وهناك بقال كلهم عم يحاولوا يكتبوا بدون أي ملكة بيملكوها أو ملكة الكتابة أو أي إبداع أو أي مخيلة. لسبب عم تجي رواياتهم أقرب إلى النشرات والتقارير الإخبارية. هذا بس اللي حبيت أضيفه بإجابتي على السؤال. هو مظبوط، هو بيعرض، هو الكاتب بيعرض، هو طريقة كيف استسهال تعد زي ما ذكرت إنه دعياء الكتابة إنه بلاقوا هذا الموضوع سهل. هو عرض قصة شخصية أخرى من دعية الكتابة اللي هي شخصية الكاتبة سين. نعم الصوت مش واضح؟ لا لا في تقطيش الصوت. أوكي يلا أحاول أقرب لكاتب الروائي اللي هي ألف تاء الراوي اللي هو أطلق عليه هذا الرمز. فهو حاول يتحدث عنها بأنها هي فتاة مندفعة يمكن أن تلج خلية النحل بقدميها وهي تدري أنها خلية للنحل. فهي كتبت رواية اللي هي لحظة حب، وإذا حتى هو الرجل الأمن المتقاعد اللي هو يعتبر مبتدئ في الرواية يقول بأنها روايتها هي لا تعد رواية اللي هي يرقى لا يعدها رواية، بس لكن مع هذا لقت الإعجاب والاستحسان من جمهورها أو من معارفها. فهو بحب يشير الكاتب أو الروائي أمير تاج السر بأن هنالك من الكتاب الذين يعني هم الاستسهال، الاستسهال والمجاملات الكتابة، لكن والمجاملات والمبالغة. حتى هي كانت تلجأ لأسلوب المبالغة في الإطراء لما حكت له عن روايته. صحيح. إذا على سرير إنه كتابتك شارك فيها الجل. فهي مثلا لو إحنا بدنا نحكي يعني موجود مثل هذه الحالات، هي موجودة يمكن أظن، وحب يشير إلها إن هاي الحالات هاي الموجودة المستغلة غير ذات الموهبة، وممكن أن تأخذ إلها موقع في عالم الكتابة وينشر لها كتب ويكون لها مريدين وأتباع. صح صح. مثل هاي الحال جميل برضو الكاتب بهاي، يعني إذا لاحظتوا فيه هيك يعني واحد بيحكي عن تقنيات الكتابة والطقوس، إذا حدا حابب يحكي كيف هو حسن روائي ألف تاء. برضو الحلو برجل الأمن هذا هو عبد الله حرفش إنه تقبل النقد، يعني مع إنه هو مصمم إنه يكتب رواية وحابب يغير حياته. برضو هاي نقطة إيجابية، فهذه عجبت الشخص الروائي مع إنه نفر منه لما شاف روايته الأولى على شكل تقرير أمني، بس هو شاف إنه حابب يغير نفسه فأعطاه كيف هو يبدأ يكتب وكيف
يحصل على الأفكار وكيف هذا. فحد أحد بدي يحكي عن هذا الموضوع، يعني إيه هي يعني طقوس الكتابة، تقنيات الكتابة وشو مستلزماتها. في أبو يوسف، تفضل أبو يوسف. شكرا حلا. أنا بدي أضيف للي تفضلوا فيه الأسيد والأستاذ عفيفي. هلا دافع الكتابة موجود أو بنوجد من فراغنا. كل الحقيقة كلياتنا لما منحب نكتب مننطلق من فراغ معين. هلا إما فراغ الوقت بشكل ببساطة، يعني فراغ الوقت كما حصل مع عبد الله فرفار، أو الفراغ الوجودي، الفراغ الوجودي اللي بيستدعي إنه إحنا بدنا حدا يسمعنا وما بنلاقي حدا يسمعنا، فنلجأ للكتابة للتنفيس و يعني للتعبير عن مكنونات معينة. هلأ بنظري تعقيبا على سؤالك سمر، يعني بنظري أمير تاج السر أولا وأخيرا يعني هو نجح في كتابة رواية، وخبرنا بأنه أثبت لنا بطريقة ما، أثبت لنا أنه الرواية الحقيقة وموهبة التأليف الروائي يعني ما هي إلا أفكار ومشاعر وسلاسة في الأسلوب. هدول الثلاث عناصر يعني إذا اجتمعوا بيعملوا رواية وبيعملوا حكواتي. لما بيكون في جمل في أي نص بتخلينا نبتسم أو نضحك أو نحزن، معناته النص هذا لامس مشاعرنا، لامس إحساسنا وحرك مشاعرنا. يعني هون وهون كمان يعني أنا بحكم، بقدر أحكم من النص هذا، ولو أني في من أول الرواية أو لما وصلت لمنتصفها أنا عارف أنه عبد الله فرفار لن يكتب رواية، هيك توقعت وهذا حصل الحقيقة. فهون يعني هون وكأن الكاتب أنشأ رواية من لا شيء تقريبا. ما في الرواية، يعني رواية أمير تاج السر زي ما تفضل أستاذ عفيفي إنه من لا شيء فعلا، ولا يوجد عناصر للرواية أو حبكة أو ما شفتها هيك. أنا شفتها مجرد يعني كما قلت إنه في أفكار وفي مشاعر وفي أسلوب انجمعوا كلهم في نص، فطلع نص روائي لا بأس به بنظري أنا. فلما أمير تاج السر أنشأ رواية أو أنشأ يعني نص من لا شيء تقريبا، هو بنى روايته على رواية لم تولد. الرواية التي لم تولد في عالم عبد الله الفرفار، إنما على لسان عبد الله فرفار الكاتب أنشأ قصة. وعبد الله فرفار حاول ثم حاول ثم حاول لكنه فشل في تأليف الرواية، لم ينجح. وعلى رأي القائل يعني في مقولة ما بعرف مين قالها، نسيت الحقيقة، إما أن تولد كاتبا أو لا. فهي المسألة هي الحقيقة هي موهبة. وما بدي أطيل عليكم، الدافع دائما دافع فراغ، إما فراغ في الوقت أو فراغ وجودي. التغيير عنصر صحيح، إنه التغيير أحيانا التغيير بيكون قسري. يعني أنا عبد الله فرفار لما ترك وظيفته أو أترك أو أجبر على أن يترك الوظيفة، هون هذا مش بيده، يعني لم يكن باختياره، فبده يملأ فراغه. ما يمكن وجد الكتابة هي المنفذ أو المنفس إنه يقدر يملأ الفراغ، ووهما اعتقد بأنه ممكن يكون كاتب أو روائي، وطبعا بدأ يحلم بهذا الموضوع. القصة طويلة، ورح نشوف بآخر النص هذا، بآخر الرواية في منها عبرة ما أظن رح نستنتجها جميعنا العبرة هاي، بس نوصل للنهاية إن شاء الله بنحكي فيها. وشكرا. دانا جودة. مساء الخير، يعطيك العافية سمر. أنا الرواية بصراحة عجبتني كتير، لسبب إنه هي أنا حسيتها زي كأنها طبقات أو رواية داخل رواية.
أولها منقول إنه أمير تاج السر هو اللي عم بكتب الرواية. طيب عن مين عم بيحكي؟ عم بيحكي عن رجل الأمن المتقاعد اللي محتار كيف بده يكتب هاي الرواية بغض النظر شو أسبابه، بس هو مشواره في كل القصة اللي عم نقرأها هي إنه عم بحاول ينظر للأمور بطريقة معينة أو يشغل خياله بطريقة ويستفيد من المعلومات اللي كان يجمعها عن الناس حتى يعرف يكتب الرواية. بس مع يعني كل ما بندخل بالأحداث نكتشف أو أنا اكتشفت إنه أنا اللي عم بكتبها، أنا كقارئة أنا عم يعني بلحظة كنت أقول له طب ما أنت وأنت عم بتدور وعم بتجمع وعم تحكي كل هالقصص أنت أوريدي كتبت رواية. فهو كان يبحث بين الناس اللي بيعرفهم، كان يبحث بين التفاصيل الناس اللي حواليه إن كان بمعرفة أو عائلة أو أشخاص، بس بنفس الوقت هي بحثه كله عمل رواية وهو مش عارف، القارئ عم بيشوفها عم تتشكل قدامه. بنفس الوقت فكرة إنه الكاتب ألف تاء أظني اسمه اللي ساعده ما ساعده لمجرد بس المساعدة، هو كاتب معروف ومش متفرغ لإله، فهو استغله كمادة حتى يقدر يكتب عنه. فكانت عبارة عن روايات متداخلة في بعض، وإذا بدها تدل على إشي أو أنا هيك شفتها يعني بتدل على إنه قدي في ملهمات أو محفزات أو مواد قدامنا عن طريق القصص اللي بتصير وطريق الأشخاص اللي إحنا بنستعين فيهم حتى نكتب أو نعمل أي عمل تاني، ممكن يكونوا هم نفسهم العمل وإحنا مش منتبهين. وهذا من أول يعني هذا من أهم مقومات الكتابة، استغلال المواد والأشخاص والملهمات اللي حوالينا اللي ممكن إحنا نسميهم مسميات تانية وإحنا مش منتبهين إنه هم لحالهم قصة. ومن هون دخل أمير تاج السر لتقنيات الكتابة، يعني من خلالهم من خلال صعوبة الرجل الأمن أو عبد الله، الصعوبة اللي لقاها بأنه هو يكتب بشكل في خيال أو يستخدم خياله لأنه هو كان يكتب تقارير، الأخطاء اللي كان يرتكبها ويصلح له إياها الكاتب الآخر يعني اللي هو صديقه، من الصعوبات كنا نكتشف كيف التقنيات إيش نحتاج. والرواية كلها قائم يعني كلها قامت وكلها انبنت على أهم عنصر في الكتابة وهو الخيال واستغلال مش عارفة كيف أسميهم القصص اللي حوالينا اللي إحنا نتفاعل من خلالها وإحنا مش منتبهين إنه هم نفسهم ممكن تكون قصة. يعني أنا ممكن أستعين بكاتب أو صديق وأقول له أنا بدي أكتب ساعدني، بس هو ممكن يكون القصة وأنا مش منتبهة. فهون الخيال كتير بيلعب دور، الذكاء والإبداع بيلعب دور بأنه أنا أعرف أستغل مواردي حتى أعرف أكتب قصة، بالتالي أنا كقارئة لقيت حالي أنه عم تتشكل القصة قدامي هو مش منتبه، هو أعطاني كل المادة وهو كان جزء من القصة مع أنه هو بده يكون كاتبها، وبالتالي تشكلت كل الرواية. نهايتها طبعا بعدين حنحكي عن نهايتها، بس نهايتها أنا يعني فيه جملة حكاها الكاتب لما هو كتب صائد اليرقات وقال له أنت حتكون بطل قصتي، حكى جملة بعدين حنحكيها أنا يعني عجبتني كثير، قديه في تداخل الواقع بالخيال وقديه ممكن الخيال يكون واقع فعليا والواقع يكون خيال. هو بيحكي كمان حتى في إضافة للخيال في إشي كمان للوصف برضو للراوي، لأنه لما حكى مثلا إنه بده يحكي عن المدلك شخصية المدلك تاريخه، حكى أبوه كان بائع خضروات كذا، فقال له أنت أوصل شو كان يبيع، شو كيف كان العرباي مين بيجرها، والدته كانت تبيع اللبن من وين جابت اللبن، فإنه الواحد إنه برضو صحيح هاي كلها تقنيات المعلومة طبعا يعني هي فهي هاي برضو هاي الأشياء، فهو فتح عينيه إنه فيها الشخصيات اللي حوالي هي أنا بشوفها مش شخصيات تصلح لشخصيات عادية، بس هو فتح عينيه إنه كل شخصية أنا بشوفها ممكن تقدر تكون لرواية. يعني من هون مثلاً شخصية المدلك، شخصية المشجع القبور، يعني أنا بنفسي يعني أنا لحد هلا مو قادر أحدد شخصية المشجع الكروي اللي هو،
والحفار القبور اللي نال جائزة تكرم على وظيفته من رئيس البلاد وانجن، فهو قرر إنه يعمل عنها هاي شخصية الرواية. أنا مش لا يعني مثلا أنا شخصية إنه مهمة، بس هو هلا هو نائل رجل الأمن هو عبد الله، فكر إنه بعد ما تخيل إنه هو سرق شخصية المدلل لروايته، فكر إنه أنا بقدر أعمل منها قصة. هون شوف كيف إنه يعني ممكن صحيح. إنه كاتب بس بدي أحكي نقطة على إنه يعني هو شخصيته بكتب تقارير، هو تعلم كيف يكتب تقارير وعقله بس مصمم مع التجربة ومع الخبرة على إنه يكتب تقارير، فبالتالي بتعامل معها بشكل مجرد ما في عاطفة. الكتابة وهذه يعني رائعة النقطة أنا لقيتها في الرواية، إنه الكتابة هي مش بس أكتب معلومات عن الناس أو إيش صفات الأشخاص، هي كيف تشكلت صفاتهم، ليه، شو العاطفة اللي يعني اللي خاصة بكل صفة وخاصة بكل ظرف، كيف تشكلت الظروف. يعني هو دخل تفاصيل التفاصيل، وأمير تاجسر معروف تفاصيله، يعني بيحكي تفاصيل جدا صغيرة يعني وبوصف أشياء، بس هي فعليا إلها معنى. ممكن في أشخاص يحبوها، في أشخاص لا يلاقوها إنها يعني كتير وما إلها داعي، بس كتير حسيت إنه إلها معنى هون، لأنه في روح للكتابة أكثر من المعلومات. في كمان في حياة جالاكسي A50 رافع، ما أظن حكى أو حكى. مرحبا. أهلا بك. أنا من الجزائر، حياة من الجزائر. أهلا بكم جميعا، السلام عليكم. بالنسبة لرواية صائد اليرقات، كل ما قيل عن الرواية كان نفس الانطباعات، ربما قد تتنوع الأفكار تاعنا ولكن قد نأخذ نفس الانطباعات عليها. من بداية الرواية تشعر كأنك تعرف هذا عبد الله فرفار أو عبد الله حرفش، كأنه الجو العربي مشحون يعني بنوعية عبد الله فرفار أو عبد الله حرفش، هذا الرجل الأمني الذي لا تخلو حياتنا من وجوده عبر عشرات السنوات. يعني عجبني في الرواية البداية تاعها لما أحيل إلى التقاعد أو استغني عنه بعد العاهة التي أصيب بها، وهذا إحنا في الوطن العربي ككل نشكو من هذه يعني دون تعويضات، ربما فقط راتب هزيل، يعني حتى كان يتقشف في شراء الكتب، لأن الراتب الذي كان رغم التقارير الأمنية ورغم الناس اللي قدمها ورغم الشيء اللي قدمه لجهاز الأمن، حتى أنه يقول في بعض في جملة من الجمل، يقول لما العمة طلبت منه على المدلق، يقول عندما طلبت منه العمة عقابه، كتب عبد الله حرفش يقول كتب تقرير وخبأته، كتب فيه يتخابر لصالح دولة أجنبية، هذا عن المدلك الرجل الهامش. الجميل في رواية صائد اليرقات ابتداء من العنوان العجيب الرائع، أنه لما شعر بالفراغ ورجل الأمن يمتلك بعض الغرور، كان يظن أن الفراغ الذي يعيشه أنه يستطيع فعل أي شيء، لأنه كان يكتب تقارير وكانت تقارير تقدم، كان يجازى على هذه التقارير، فكان يظن أن كتابة رواية أمر هين، لأنه يرى البنغالية أو الإفريقية التي كانت تشتري الورود كتب عنها التشيكي أو إلى آخره، كان يرى أنه يستطيع فعل أي شيء رغم حالته المزرية التي وصفها. الجميل في بالنسبة لتاج السر أنه أعطانا فكرة تبادل الأدوار، لو أنا أخذ دور الأمني والأمني أخذ دور الآخر، كيف يكون شعوره، كيف يتغير الشعور، كيف ترى في الشخص الآخر غريمك، كيف يصبح، هل أنت غريم أو هو غريمك. هذه اللفتات الرائعة في بالنسبة للرواية.
واحنا انا في انا ربما من البدايه اخذتني عاطفه لان احنا عندنا مدينه صغيره في الجزائر في ولايه من ولايه الوطن ولايه بسكره اسمها مدينه فرفار، فربما اخذني يعني كان فرفار هذا قريب مني جدا وقريب مني جدا لاسباب كثيره ربما كالاسباب التي ذكرناها. ويقول هو يقول في مقتطف في الروايه يقول كنت في بدايه حياتي المهنيه شابا وخشنا ومدربا على استخراج خامات التآمر حتى من نسمات الهواء وأجنحة الذباب وابتسامات الشفاه. كان يرى أن لديه قدرة كبيرة في كتابة الرواية حتى اصطدم في الأخير. شكرا، ربما نتواصل. شكرا لك، شكرا. في جالكسي، في جالكسي A51. إجابة على سؤالك، التقنيات والأساليب اللي أنت كان السؤال عن اللي يعني علموا إياها ووضح له إياها الأديب لعبد الله فرفار، كانت أحدها هي التقمص. حكى له يعني أنا كنت أرتدي بدلة وأذهب إلى مطعم وأجلس وأكتب، حتى أنه عبد الله فرفار أخذ بدلة قديمة عنده وجد أنها ضيقة، أخذها إلى الخياط وطلب منه أن يوسعها له حتى أنه يقوم بنفس عملية التقمص هذه. بعدين حكى له ممكن أن تنزع عنك ثيابك وتجلس وتكتب، فتخيل هو أنه في ممكن أن يمارس عملية التقمص هاي عند شخصية من الشخصيات غانية ما أو إشي، أن يذهب ويجلس عندها أشهر يعني شهر شهرين ثلاثة وأن يكتب هذه القصة. طبيعي أنا أجد أنه هنا نوعا ما الكاتب اللي هو تاج السر يعني ينتقد، بيقدم هذه الحلول، أسلوب أنك أنت تتقمص الشخصية اللي أنت بدك تكتب عنها. بس أنا رأيت هنا أنه في نقد، أنك أنت بدك تتقمص شخصية لكي تكتب رواية، لكن الأصل في كتابة الرواية مش تقمص شخصية، الأصل أنه يكون في عندك رسالة، أنت بدك توصل رسالة في الأول. يعني كتابة الرواية في رأيي الشخصي يعني هي مرات بتكون هدف وهي في الأصل أن تكون وسيلة، يعني مثل المال. المال أصبح عند كثير من الناس هدف، لكنه هو في الحقيقة هو وسيلة. يعني إحنا في المال نشتري كذا ما يلزمنا، علاج، طعام، شراب إلى آخره، هو ليس هدف في ذاته. والكتابة نفس الشيء، الرواية نفس الشيء، الرواية هي إسماع صوتك للآخرين، إسماع صوتك لجمهور كثير. فالهدف هو الرسالة التي تحويها الرواية، مش كتابة الرواية بحد ذاتها. لكن تاج السر وضح لنا أنه اللي يدور الأحداث التي تدور في القصة هي عن واحد يريد أن يكتب رواية كهدف وليست كوسيلة لإيصال رسالة ما أو لإسماع صوته. وهكذا كان عبد الله فرفار يعمل، يتخيل أما أكتب عن ماذا؟ هل أكتب عن هذا المتصوف مشجع كرة القدم؟ أم أكتب عن زوج عمته المسرحي الفاشل مثلا بين قوسين الذي لا يحظى إلا ب يعني أدوار قصيرة جدا على المسرح؟ أم أكتب عن هذا؟ أم أكتب عن ذاك؟ يعني هو أخذ يبحث عن الناس يكتب عنهم. الأصل أنك أنت ما تبحث عن الناس تكتب عنهم، أنت تحمل في داخلك رسالة، تحمل في داخلك شيء، أمر، رأي تريد أن تعبر عن، فتكتب عن هذا الأمر. مش يعني وليس الهدف أن تكتب عن أي أحد لتخرج برواية. يعني هاي أي إنسان يستطيع أن يبحث عن أي شخصية غريبة ويكتب عنها رواية، عادي بتصير رواية. لكن هل هكذا تكتب الروايات؟ يعني يعني هل ها يعني اصبحت سلعه، يعني اصبحت سلعه زيها زي اي شيء اخر، انه اكتب خلاص روايات، هذا شخصيه والله شخصيه قصته غريبه بكتب عنه، هذا قصته غريبه بكتب عنه. بس هو الاصل مش هيك، الاصل بجوز انا عدت نفسي كثيرا، الاصل انه انت في عندك شيء تود ان تسمعه لاكبر جمهور ممكن، راي انت تتبنى راي. يعني مثلا معظم الكتاب مثلا اصحاب يعني يطلق عليهم الكتاب الملتزمون مثلا،
اللي ملتزم بقضية ما، مثلا الكتاب الذين يكتبون عن القضية الفلسطينية، هو يريد أن يوصل رسالة، هو حامل لقضية يريد أن يوصلها للآخرين. الكتاب الذين يكتبون عن الفقراء مثلا في المجتمع، عن الفساد في الدول، في عنده رسالة يريد أن يوصلها للآخرين. هاي الرسالة يصوغها على شكل رواية ويقدمها للآخرين للناس لكي يسمع صوته. لكن مش إنه إحنا لو بدنا نكتب رواية بهاي الطريقة أن نتقمص شخصيات، عادي بكتب للواحد جوز في حياته 50-60 رواية بتقمص شخصية وبتكتب، لكن مش هيك يعني، ليس هذا هو الأسلوب الصحيح. حس الكاتب نفسه تاج السر إيش رسالته؟ أنا أعتقد إنها رسالته هاي هي الرسالة، أن أي واحد يستطيع أن تكتب قصص. يعني في الأخير أنا شفت كالآتي، رأيت أنه عبد الله فرفار قام بتجميع مجموعة من القصص القصيرة، حكى لنا قصة فلان مثل زوج عمته، وقصة هذا الصوفي المشجع، وقصة حفار القبور، وقصة إيفا، وقصة الموريتاني الذي درس إخراج سينمائي في روسيا. قام بتجميع مجموعة من القصص القصيرة بشكل تقرير، يعني بالأسلوب اللي هو اعتاد به الكتابي. هذه القصص القصيرة التي قام بتجميعها هي اليرقات، هي اليرقات، وضعها في صندوق زجاجي. لكن هذه اليرقات لم يستطيع عبد الله فرفار أن يحولها إلى فراشات. أخذها الكاتب ألف تاء منه ووضعه معها، أصبح هو يرقة من هذه اليرقات، وتحولت هذه اليرقات في هذا الصندوق الزجاجي إلى رواية، إلى فراشات. ليش؟ اللي حولها إلى فراشات مين؟ الكاتب الأديب المطلع على أسلوب كتابة الرواية، لأنه وجد في عبد الله فرفار، وجد فيه الرسالة اللي بده يوصلها تاج السر، إنه يعني الرواية يعني لا يستطيع أن يكتبها إلا أديب متعمق. ليش؟ لأنه يعني واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني هاي هدول أهل الذكر، هدول أهل الأدب. الرواية ليست قصة وليست حكاية. فأخذ هذا الأديب ووضع هذه اليرقات في صندوق زجاجي وحولها إلى رواية اسمها صائد اليرقات. وشكرا. شكرا لك. في الأستاذ عفيف، تفضل أستاذ عفيف. يعطيكم العافية مرة تانية. من خلال المداخلات في أحد الزملاء قال إنه الرواية تفتقد إلى عدم وجود حبكي لها. أنا بقول إنه الرواية تعالج قضية أراد أمير تاج السر أن يتطرق إليها بصفته أديب وروائي، عم يطلع حواليه بهالوسط الثقافي، شو في دخلاء على هذا الوسط، فكتب هذه الرواية. منلاحظ أنه استعمل شخصية الروائي بالأحرف الأولى ألف تاء، اللي هي أقرب إذا بدنا نعمل لها إسقاط لأمير تاج، يعني عم يحكي هو وجهة نظره كأمير تاج السر بلسان الروائي. القضية هي برأيي أنا أنه بيمثلها شخصية عبد الله فرفار، اللي بيمثل فئة الذين يدعون ما ليس فيهم، أدعياء الكتابة والتعدي على طقوسها. وحسنا فعل دكتور أمير في نهاية هذه الرواية عندما أعاد عبد الله فرفار إلى موقعه الطبيعي كرجل أمن، وكأنه يريد القول أن لكل منا موقعه ومكانه الذي يجب أن لا يتعداه. وفي هذا ينبه الدكتور أمير بلسان الروائي إلى خطورة هذه الموجة التي تسيء وتشوه جمالية الفكرة إذا ما وقعت بين أيدي كاتب موهوم وليس كاتب موهوب. وهذه هي الفكرة الأساسية من
من مجزى أو من مراد بأمير تاج السر في الإضاءة على هذه المشكلة اللي عم يعاني منها الوسط الثقافي بشكل عام. يعني صار الوسط الثقافي تقريباً الرديء صار رح يطرد الجيد. يعطيكم العافية. نعم شكراً لك. في الأستاذ أحمد طه تفضل. مرحبا مجددا. اريد ان اقول ان روايه امير تاج السر هي لا تخلو من العبقه او لا تخلو من قضيه، وانما حتى حياه عبد الله فرفار هي التي تخلو من القضيه. وهذا كما قلت في البدايه تريد ان تصور يعني هذه الروايه تقيمها انها رواية عن البوليس، وليست رواية بوليسية، رواية عن طريقة تفكير رجل الأمن، وبالأخص في دولة عرفت فشل أمني. هذه الطريقة الفاشلة، إهمال الجوهر كما قلت والتركيز على الحواس، لهذا كل محاولاته تبيع فقط تجميع أحداث وليس هناك قضية معينة. يعني يكتب من أجل أن يكتب فكرة يريد إيصالها الجماهير، وإنما يكتب أن يكتب. هذه الطريقة الفاشلة أو هذا الخطأ الفكري هو الذي حدث حتى في مهنته أو في حرفته الأساسية وهي الورقة. إذ نلاحظ في نهاية الرواية أنه بدر من أنه كان يراقب الآخرين قد تقوم مراقبة من طرف المؤلف، لأنه في نهاية الرواية المؤلف قام بدراسة شخصية عبد الله فرفار وراقبه من حيث لا يراه عبد الله فرفار، يعني أصبح قلب السحر على السحر. هذا لماذا حدث؟ لماذا حدث؟ حدث بسبب الشيء هو خلاء الجوهر وغياب الفكرة أو المضمون. وأرى أن الرواية كلها تدور حول هذه القضية، غياب الهدف وانتفاء اللغة. نعم شكرا. قبل ان نوصل الاخرى للروايه، الروائي ألف تاء على سريري ماتت ايفا، في حتى اللي هي بالنهايه تبعت الروايه هي شويه يعني مش واضحه، ففي حتى سؤال محير يعني لماذا ترك الراوي ايفا تلك الساحرة التي تعب في مطاردتها اللي هو الراوي فجأة، وذهب إلى سانشيا ماروف التي كانت تطارده ويهملها طول الوقت. في هذه شوية مفارقة، فهو ذكر هاي القصة لكن هو طلب، هو بيقول للراوي إنه ما حب يوضح شو هو ليش هيك صار هذا التصرف المثير يعني الغريب أو المحير، أقول إنه بده يتركها لتقدير الراوي. فما بعرف هي هلا الواحد احنا بنقدر هيك انه الراوي كراوي او ككاتب انه بيقدر يترك هيك الرواية انه يقدر القارئ هو شو هي سبب تفسيره. يعني هون انا لاحظت يعني هيك كثير محيره، يعني انا مو قادر اعرف اللي قرأ هاي القصه تاعت على سريري ماتت ايفا، يعني شوف قديش هو كان انه مهتم يتواصل معها او يصلها، وكان مهمل هذيك سانش يعني اللي كانت عرضت عليه شغل تتقرب له هو بهملها، لكن لما صارت يعني استجابت لو تركها، فما نعرف شو هو السبب. فأنا مش عارفة أوصل لتقدير لمثل هذا التصور، ولماذا اختار الراوي أو الكاتب أمير تاجة إنه نتركها هيك لتقدير القارئ. شو رأيكم بهذه الرواية اللي هي ذكرت خلال هاي الرواية؟ في الحياة جالكسي الأستاذ الحياة تركة الأستاذ عفيف، لا الأستاذ عفيف جالكسي مين؟ أسيد أسيد تفضل أستاذ أسيد. أوكي يسلموا. هاي اللقطة اللي أنت جبتيها من الرواية كتير مهمة جدا. ليش؟ لأنه أنا أجد فيها أنها هنا تكمن الفكرة التي قامت عليها رواية صائد اليرقات. ليش؟ لأنه صائد اليرقات
الفكرة الرئيسية التي قامت عليها من وجهة نظري هي أن الرواية ليست تقرير، كلمتين، الرواية ليست تقرير. فهاي المثل اللي أنت ضربتي حضرتك من الرواية نفسها، إنه ليش إنه بعد كل هذا الحب لهذه المرأة الملونة، كان يسميها المرأة الملونة الشقراء، بعد كل هاي الحب والمطاردات والعذابات والآلام التي تجرعها في سبيل الوصول إليها، ليش لما وصل إليها وأخذته على هذا الحي الفقير والبيت الفقير تركها وعاد إلى المرأة التي كانت بتشغل عندها مترجم؟ ليش؟ شو هاي النهاية؟ هون التساؤل. طبيعي الإجابة من وجهة نظري أيضا، الأدب هو تلميح وليس تصريح، هذا ما يريد أن يقوله أمير تاج السر. في الأدب لا يوجد تصريح، ما بصير أنت يعني تصرح، إن صرحت أصبح تقرير. لو النهاية هاي انتهت بتوضيح السبب، إنه والله ذهب إلى هذه، ترك هذه الشقراء التي كان يحب بسبب 1 2 3، وذهب إلى تلك التي كان لا يحب بسبب 1 2 3، أصبح تقرير وبطلت رواية. فهون قدم لنا أمير تاج السر مثال على الطريقة الصحيحة التي تكتب به الرواية. هاي طبيعي بسموها open ending، النهاية المفتوحة، هاي قابلة للتأويل، والنص حمال أوجه. ممكن أنا أفسر بطريقة، ممكن أنت تفسر بطريقة، شخص آخر يفسر بطريقة أخرى. هنا يأتي الأدب. الأدب يلمح، يشير ولا يصرح. في اللحظة اللي صرح فيها أصبح تقرير، بطلت رواية. كل الرواية تبع تاج السر صائد اليرقات تقوم على هذه الجملة. هسا إذا بدك تفسيري، أنا بما أنك أنت جبتي عن القصة، إذا بدك تفسيري إيش اللي صار هنا، أنا بحكي هو الحب والجغرافيا. هو كان بحب إنسان متخيلها مسميها الملونة، لما راح على البيئة الجغرافية اللي هي فيها اختلف الحب. ليش؟ لأنه هو بحبها ومتخيل خلفها مثلا يعني سيارة رولز رايز، متخيل خلفها قصر، متخيل الباك جراوند. لما شاف الباك جراوند الحقيقي فهو تراجع. طبيعي في رواية لا تحضرني حاليا مكتوبة عن هاي الشغلة، إنه واحد بحب واحدة في مدينة فقط، لما يخرج من المدينة ينتهي الحب. فهون الحب والجغرافيا، هو حب يشير إلى هذا الأمر. طبيعي ممكن إحنا نحكي إنه العامل المادي، لا هاي شو، إيش هاي، إيش المجتمع اللي هي فيه، إيش البيئة اللي هي فيها، لا أنا ما بمشي معي، خلينا نرجع للأولى، هاي كتفسير يعني. لكن هي الفكرة الرئيسية كما تفضلتي، أن الأدب تلميح وليس تصريح، فرق بين الرواية والتقرير، وكان هذا مثال جيد وشكرا. شكرا لك. هو يترك القارئ حتى يفكر ويقدر يحلل، يعني انه يعمل التفكير والاهداف. شكرا لك استاذ سيد. هلا لو احنا نتناول الشخوص الاخرى للروايه، يعني نبدا بشخصيه الكاتبه سين، شو رايكم فيها؟ هذا في حدا قارئ حاب يحكي عنها شوي؟ الكاتبه سين، الكاتبه المبتدئه اللي كانت في، يعني كان يبدو حياة كانت رفع ايدها. تفضلي. مرحبا. عودة فقط الى ايفا والتي تركها الكاتب. انا الانطباع الذي اخذته يعني لما وصلت الى، لانه هو لم يذكر كيف، لكن الانطباع الذي اخذته أن الرجل، أنه كأنه يقول أن الرجل بصفة عامة يعني يلهث وراء المرأة، لكن إذا استجابت يزهد فيها يعني. والانطباع الآخر اللي أخذته أيضا أن إيفا كانت تعني الساحة الحمراء، كانت تعني الكريملين، كانت تعني دار الأوبرا، كانت تعني موسكو، فوجد فيها بيئة فقيرة تشبه بيئتنا فزهد فيها. يعني أنا هذه الانطباع اللي أخذته على تركوا لإيفا. بالنسبة للشخوص الأخرى، وهي تنوعت شخوص، نواصل. بالنسبة لشخوص الرواية، هي الشخوص كثيرة جدا، وأغلب شخوصه هي شخوص هامشية في الحياة. يعني لو استثنينا الكاتب
ألف تا اللي قال الأستاذ عفيفي أنه رمز به لتاج أمير تاج سر، أو استثنين المخرج زميله الموريتاني على أساس أنهما حاول يعني شخصيات فنية أو كذا، أغلب أو هو كرجل أمن. بالنسبة لصاحبة الجينز الباهت باللون الباهت والشعر البني، العبارة كل ما كررها تعطي حلاوة كبيرة للرواية، كأنه وصف لنوعية من الفتيات المتسلقات اللواتي يلهثن وراء الكتاب والأدباء، وهي عندها لحظة حب، روايتها لحظة حب، وكانت تلهث وراء الأديب أو الكاتب إلى أن قدم لها التقديم فاستغنت عنه وذهبت إلى شاب آخر. وهذه نلاحظوها جدا في وهذا الشيء اللي طرح وتشسر الطباع العشوائية والطباع العشوائية، يعني كل من هب ودب دخل عالم الكتابة فطرح، فهي تمثل نوعية من الشباب أو نوعية من البنات تحديدا، لأنه هو أطنب في الوصف بتاعها، وكل مرة يكرر صاحبة فتاة الجينز ذي اللون الباهت والشعر البني. هذا بالنسبة لشخصية ربما عودا يعني إلى كلام قيل قبل سؤالك سيدة، حتى أنه سمى المكتبة مكتبة أعلاف، يعني اسم غريب جدا اسم مكتبة، يعني أي أحد فينا راح يسمي مكتبة يسميها تنوير، المنار، الهدى، يعني أول مرة تطرح كلمة مكتبة اسمها أعلاف. وعنده عبارة يقول القراءة ألف الذهن يا جماعة، ألف الذهن يا أصدقاء، لا أعني أن القراء يشبهون البهائم ولكن الكتب تشبه العلف، كأنه يقول هناك علف جيد وهناك علف رديء. تشبيه غريب. نعم نعم اسم غريب ويدل على سوق الطباعة وسوق الكتابة، وكل من هب ودب بدون مواهب بدون موهبة. أيضا طرح فكرة أنا استشفيتها، يعني ربما استشفيتها يعني نظرا لي فكرة خلفية عندي، هو أن أغلب الأدباء يعني بين قوسين أعتذر، أغلب الأدباء أو الكتاب أو يعني أصحاب الأدب والفهم بصفة عامة يجدون طاقات رائعة في شباب ذكور ربما ما يشجعهمش كثيرا، لكن بالنسبة للفتيات أي فتاة يعني ترتدي جينز أو تلتصق به أو يكتب لها تقديم للرواية تاعها أو يقدم لها أو حتى وإن كان غير راضي. بس يعني هذا لا ينتقص من قيمة الراوي الكاتب المبدع. لا 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 انتقص لا 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 يعني سيدتي يعني قدر ما نعم سيدتي ربما هذا ما نلاحظه حتى مثلا أول ملاحظة أنا لا أنا يعني أعلق على تصرف الذي يستجيب مثل هذا النوع من المتسلقات، فأنت مبدع، يعني أقصد إنه الأصل أن يكون الكاتب المبدع صحيح يعني مخلص لرسالتك ولكتابتك، فالأصل أن يعني صحيح. وحتى ترجونا بكتاب هذا الألف تاء إنه هو ما حاول إنه يمجد كتابتها، لكن حكى عن الكتابة بصورة عامة، يعني يمجد إنه فبقدر أي شخص يقدر الإنسان يعني أقول راوي المخلص لعمله أو لمهنة الكتابة بيقدر يتملص مثل هيك مواقف يعني ما يعني زي ما بقول إنه ما يمجدها وما يعطيها إنه هي مبدعة مثلا اكتب على الأقل على الأقل إذا لم ينتقد ما لا يمجد على الأقل. نعم صحيح. وكثير من الشباب يعانوا من هذه الظاهرة أن لا يلقون العناية الكافية من رغم الأفكار الجيدة اللي عندهم أو رغم كتاباتهم الواعدة لا يلقون الاهتمام الكثير. ربما هذه أيضا طرحها أمير تشسر، لأنه ربما أيضا نحن ننقد من خلفياتنا، لعلنا يعني لا نحمل الكاتب كل هذه القراءات. الشيء اللي لاحظته أنا في عبقرية تشسر أنه الترميز، لأنه هو كرجل أمن هم كرجال أمن دائما يرمزون الأسماء أو نعم. كلمات تشسر، فتجد الرواية أغلبها ترميز للأسماء، يعني شيء رائع وبديع، ووصل ذهنية رجل الأمن بشكل جيد، يعني رجل الأمن عقلية رجل الأمن الذي لم يستطع الخروج منها،
حتى وهو يكتب الرواية، حتى ويراقب، حتى لم يستطع أن يخرج من عقلية رجل الأمن. شكرا. شكرا لك على تعليقك ممتاز. في حدا؟ في رندا فواز فوزي، تفضلي أستاذ رندا. يسعد مساكم. مساء النور. صوتي واضح؟ واضح نعم. تمام، بس حبيت أعلق على موضوع إيفا. أنا برأيي إنه الكاتب في هاي الرواية كان بركز أكتر شيء على مشاكل الرواية، رغم إنه طرح مواضيع كثيرة ممكن يتعرض إلها المواطن في العالم العربي، لكن كان يركز كثير على موضوع مشاكل الروايات، وخصوصاً اللي إحنا القراء كمان منشوفها. فحسيت إنه في كل رواية عرضها كان بعرض مثلاً مشكلة من مشاكل الرواية، أحياناً مثلاً خلو الرواية من المشاعر والأحاسيس، أو مثلاً أحياناً بعض الروايات فيها حشو كلام زائد أو تفاصيل زائدة. لهيك مثلاً أنا في رواية إيفا حسيت إنه هو عرض مشكلة بتواجه كتير من الكتاب، إنه أحياناً في بداية الرواية بتكون الرواية رائعة وبكون القارئ يعني هيك متشوق يعرف النهاية، لكن فجأة الكاتب بنهي الرواية بشكل سريع، وأحياناً بيكون في أحداث غير منطقية في الرواية. فممكن يعني هاي يعني كان الكاتب بده هون يوجه مشكلة من مشاكل الروايات، كيف أحياناً الكاتب بتسرع في إنهاء الرواية، وبالتالي بتكون الرواية النهاية غير منطقية للقارئ. فيعني هذا كان هيك تخيلي لهذا السبب، يعني إنه ليش انتهت رواية إيفا بطريقة غريبة غير منطقية، رغم أنه في البداية أنا نفسي مثلاً لما قرأت الرواية، أو خلينا نقول كانت قصة لأنها كانت قصيرة، أنا كنت كتير يعني هيك متشوقة لأعرف النهاية، لكن فجأة صار شيء يعني هيك زي خلل وانتهت الرواية بشكل غير منطقي. فأنا قلت يعني هيك حسيت الكاتب عم بعرض مشاكل كتير ممكن تكون في الروايات، ومنها أنه كيف أحياناً الكاتب بتسرع فبنهي الرواية بطريقة متسرعة غير منطقية للقارئ، بترك القارئ حيران مش عارف شو بيصار بالضبط. فكانت هاي فكرة يعني لإنهاء الرواية بهاي الطريقة. شكراً، وجهة نظر ممتاز. في حد بدنا نحكي عن شخصية المدلك وحفار القبور، شو رأيكم بهاي الشخصيات؟ هل بتجدوا أن هي شخصيات إنه بيقدر واحد يكون عنها رواية؟ السمر، في أحمد رفع إيده من أول أظن، تفضل أحمد إذا عندك تعليق قبل ما تجاوب على سؤال سمر. في بيقدر يعني عشان الوقت بيقدر يحب يجيب على هذا السؤال كمان. تفضل أحمد. ملاحظة عامة، يعني تتضمن سؤالين، سواء عن ذات الجين الباهت اللون أو حتى عن شخصية المدلك والعبد بشكل عام. ملاحظة أخرى أن حتى عند الكلام عن صاحبة الجن باهت اللون، لقد رأينا رأي رجل الأمن ولم نرى رأي الروائي اللامع، لأنه حتى عندما سأله في نهاية الحكاية قال له وماذا بالنسبة لتلك الفتاة وروايتها التي عرضتها عليه. الكاتب ألف تاء وأمير تاج السر لم يجب، ويعني أعطاه إجابة مبهمة، يعني أعطيه إجابة فقط يعني دفع، لكن لم يقدمه إجابة حقيقية. هناك شيء مهم جدا في رواية أمير تاج السر بالنسبة للشخص، بالنسبة للشخص الثلاثة، سواء صاحبة جميع الشخص الفرعية، سواء حفار القبور أو العمة أو الجميع، لم يصور لنا من وجهة نظر الرواية أو من وجهة نظر الكاتب، بل صورهم لنا من وجهة نظر رجل الأمن الذي يعني قد عندما تحدث حادثة أو شيء معين وتطلب من شخص نصفها لك، فالشخص يذهب إلى نقاط معينة حسب طريقة التفكير حتى الترتيب، بينما رجل الأمن في الغالب يعني في الغالب يعمل كآلة تصوير، يصور الحدث بدون أن يلفت نظرك إلى شيء محدد، لما يطلق لك نوع من الموضوعية في الصورة. هؤلاء الأشخاص صورهم بطريقة أقول يعني طريقة موضوعية بدون أن يدفعك أو يدفعك لاتخاذ موقف معين، يعني يعطيك حقائق
ويتوقع لوحدك تستنتج العلم. تستنتج ما تريد أن تستنتج. شكرا. شكرا. في استاذ عفيف اسمحوا لي بس اذا بتسمحوا لي لنضل بموضوع شخصيه الكاتب المبتدئ سين. بعتقد كمان هون امير تاج السر عم يحاول يشير لاستسهال الكتابه من قبل ما سميهن الجميلات واسعات العيون، وأعطى معادلة كتير حلوة اللي هي مؤازرة الجمال، بمعنى أنه استطاعت هاي الكاتبة سين أنها تتعرف من الرواية وتقدر تنتزع منه كلمة تقديم لروايتها اللي هي منا رواية بالمعنى الحقيقي. لسبب لما سألوا فرفار للرواية انه بدك تكتب لها كلمه تقديم، قال له ايه بدي اكتب لها، لانه بيعتبر ان الفتيات الجميلات واسعات العيون لا ينطبق عليهن معادله اطوار الكتابه، وبالتالي فان حشره يرقه الفتاه تعادل حشره كامله، وهذا ما يسمى حسب قوله مؤازره الجمال. بتصور من هالنقطه اراد امير تاج السر انه يقلنا أنه هناك بعض الكتاب أو الروائيين أو المحسوبيات اللي عم تراعي إلى حد ما أو عم تآزر الجمال على حساب الجودة الأدبية بهذه النقطة. وبعتذر منكم، يعني حبيت أشير لهذه النقطة بالذات. شكرا لكم. شكرا لك. أستاذ نعم، جوابا على سؤالك هل تصلح شخصية حفار القبور أو زوج عمته، إيش هو كان بيشتغل، نسيت والله، الممثل يعني على المسرح مدلك، هل تصلح ما إله إيش اسمه، هل تصلحان هذه الشخصيتان المدلك، هل تصلحان هذه الشخصية المدلك نعم المدلك شكرا، هل تصلحان هذه الشخصيتان أن تكونان أن يصنع منهما رواية؟ هذا السؤال. الإجابة كالآتي: إذا كانت قصة المدلك تحوي على رسالة يود أن يوصلها الكاتب إلى الجمهور فشخصيته تصلح. إذا كانت شخصية حفار القبور تحوي على رسالة يود أن يوصلها الكاتب إلى الجمهور، نعم تصلح. لكن إن كانت الكاتب لا يحمل رسالة ويبحث عن كتابة رواية، يبحث عن شخصيات لكتابة أي رواية ليقال عنه روائي وكاتب، فهما لا تصلحان. فيها لهو بت في بالرواية ما بتعرض برضه لشخصية المدلك، يعني إنه كيف لما كان قبل دور ويقوم بدور اللي بيغمى عليه الميت، وبس بعديها بفترة إنه هو سافر على دبي. هلأ لما سافر على دبي إجا تذكرتين مجانيات إنه يسافر على دبي ويقيم فيها في فندق هو وزوجته. هلأ هون الراوي أو هو عبد الله الحرفش لم حتى ما سألوش من مصدر التمويل. في بالمسرحية الثانية اللي هي الميت اللي هي بيقوم فيها إنه بيحمل الحمل الجثة للميت، وبس بيقوم فيها أنا بيحمل. هلا هون دور سخيف، هلا بس هون بعدين بنهاية المسرحية عمل شي حركة غير مفاجئة، مع أنها هي كانت مسرحية ناقدة للحكومة وإجراءاتها، ويعني بس هو عملها بالآخر شيء إنه عمل الرجل الميت اللي هو خلاه كرجل شهيد وهو مع الدولة ومع هذا. هي هاي هون المحور، هلا هون شافوا الراوي الرجل الأمن إنه هو شاف إنه شخصية هون إلها معنى، والحكى هو كان قبل إنه هي هالشخصية حتى ما إلها وزن، كانوش إنه يهتموا حتى يعملوا عنها تقرير، هون وجب عنه إنه أرسل يقول عنها شخصية وطنية. في شخصية المشجع يعني لغاية الآن هو يعني بس فرجونا إنه هو إنه يعني انجن لما تكرم من رئيس البلد على مهامه اللي بيأديها،
فهو يعني هم ما بينا ان هو الراوي انه هو مش حاططهم زي ما حضرتك تفضلت استاذ سيد بايش هم شو المغزى ان هم من وجودهم، بس في هاي نقطه ان هو يعني كيف من وين اجى التمويل بخصوص انه هو يروح يسافر على دبي يعني اكثر من مره، يعني خصوصا اول مره بعد هاي مسرحيه مسك الختام، فكيف من وين ما طرخ لها الراوي ولا حتى الرجل أم التفت لها، بس بعدين ببين إنه ما منها. فهي هاي ذكرها في برضه في وصف لما كان يروح على المقهى البئر اللي كان يجتمع فيه مع الراوي على أساس يتعلم منه وما بدي يكون تحت محط أنظار الآخرين اللي بيروحوا على مقهى الجنديز. هون بيقول عن الراوي هو وصفه لما كان يشوفه كالناقة، رجل الأم بوصف الراوي ألف تاء هو كالناقة، بينما صاحب المقهى كان يوصفه هو إبليس للراوي، إجا صاحبك إبليس هذا إجا هون كان بسميه إبليس. فهي هون شوي بيعطي هون يعني ما بعرف شو هو الوصف، هو مصمم الرجل أما يوصفه بالناقة شو هي الميزات وهذاك يوصفه بإبليس، فهو يمكن فهم له إنه هو كان برضه بصطاد رقاط على أساس إن النهاية بتشوف النهاية اللي توصلنا إلها. فهون بلاقي هون شوي هاي الوصف هيك تمهيد على أساس إنه نعرف بإيش هذا بيفكر، لدرجة لما اختفى إحنا فكرنا إنه هو أخذ شخصية المدلك وكاتب راح يكتب عنه رواية، سو بالأخير بيقول إنه هي هاي الشخصيات مستهلكة بالنسبة إله وذكرها برواية عش المحتالين اللي هي اللي بذكرها في البداية. في بس ما حدا إذا حابب يحكي حدا يحكي أكثر عن شخصية المدلك هذا كيف اللي هو هذا التطور اللي صار اللي هو كانت شخصية ما إلها يعني شخصية هامشية وما إلها تفكير، يعني هو عايش يأكل ويشرب ويسوي ويدلك ويشتغل، بس كيف هذا التطور اللي صار فيه إنه بيحكي بنهاية المسرحية ويكون هيك له دور يعني إنه كان دوره جهور يعني، وكيف إنه قلب يعني سبب بفشل المسرحية اللي هي كانت المسرحية إنه هي دورها تنقد يعني الأشياء السلبية لا الحكومة لا نوع لا صارت إنه هي مؤيدة، فهو خرب عليهم. وأو أيضا حتى المسرحية الأولى برضه خرب عليهم لما أخذ هذا الدواء اللي سبب له بالإغماء اللي راح على المستشفى. ما بعرف شو هذا شخصية هذا المدلك، فإذا حد حابب يحكي بهاي الأشياء أنا لفت نظري كيف سافر من هذه الفلوس ورجل أمل ما اهتمش من وين جاب الفلوس. في أستاذ حياة وبعدها أستاذ المعتز، تفضلي أستاذ حياة. حياة شيلي الميوت. أنت ميوت. أستاذ حياة ما موجودة أو بدك تشيلي الميوت؟ تفضل. بس تشيلي الميوت مش سامعين صوتك. مش سامعين أستاذ معتز أو أستاذ؟ يبدو عندها مشكلة حياة في ال... لا بس بدك تشيلي الميوت، بس تشيلي الميوت أو تشيلي لها يا إيمان. إيمان تقدري تفتحيه؟ لا عندي إيمان بس بتقدر تعمل ask to unmute. ما بتقدر تعمل unmute. خلاص معتز احكي عشان الوقت. طيب اوكي لا تحل هاي، فكت الميوت. حياة سامعتينا؟ حياة سمعتكم. يلا تفضلي. مرحبا. صوتي واصل؟ واصل. نعم. السؤال سيدة سمر بالنسبة لشخصية المدلك، هل تصلح كرواية أو قصة؟ لا توجد حياة لا تصلح لقصة أو لرواية مهما كانت حيثية حياة هذا الفرد أو هذا الشخص. وبالنسبة في نهاية الرواية في نهاية المسرحية المسرحية التي غير فيها النهاية الرجل المدلك، هذا غير النهاية، يقول أن الرجل المدلك
بدأ يصرخ وغير نهاية المسرحية وتحدى، كأنه تحدى النظام، لأنه قال كلام أول مرة يقال، في حين الصفوة أو النخبة خرجت، هو يصفها في الكتاب. وبصراحة يلاد... هو كان مع النظام، هو المدلل، هو كان مع النظام. نعم كان مع النظام، لكن الإشارة، الإشارة، الإشارة فقط، أنه لما نعم الإشارة وظهور تغييرات جديدة في الأنظمة. لأنه لو كنا نعود إلى الرواية أو فترة الرواية، تكلم على الشيوعية جدا، ونحن الشيوعية يعني رانا نبتعد عنها يعني تقريبا، لأنك تتكلم على فترة، تتكلم على النظام الأمني المتمكن خاصة في النظام الشيوعي، لأنه حتى عندما تكلم عن موسكو، عن روسيا، عن ناتالي لما لحقوا بها في أمريكا واغتالوها برصاصتين، رجل مدلل كأنه ميلاد مرحلة جديدة يعني في ثورته على وهي ميلاد ما نسميهم النفعيين، الناس النفعيين، لأنه تكلم عن خروج الصفوة، بينما الصفوة خرجت أو انسحبت، النخبة انسحبت، لأن النخبة كثرة المطاردات من السجون، من بينما ظهرت نوعية جديدة في المجتمع العربي، وهي جهة مجموعة جديدة، وهي مجموعة النفعيين. أظن أن الفكرة وصلت، شكرا، فيها لبس. لا واضح، شكرا لك الأستاذ حياة، أستاذ معتز. شكرا سمر. هلا يعني انا شفت معظم الشخصيات اذا ما كان كلها باستثناء الكاتب ألف تاء اللي هو امير تاج، شخصيات كلها هامشيه الحقيقه، وبنظري هذا يعني هذه رساله الروايه عموما. رساله الروايه بتحكي بشكل عام عن ظاهره الدخلاء على المهنه، مين ما كان بيشتغل شو ما كان يعني، وهذا واقع الشخصيات اللي موجودة في الرواية. على كل حال يعني هذا الواقع واقع زمن الكساد والفساد، يعني بالكساد والفساد الناس بدها تتعلق بحبال الهوى. لا هون أنا شفت الرسالة كمان من هالرواية ككل يعني، وأظن إحنا قبل الختام بشوي يعني ممكن نحكي عن شو تعلمنا من الرواية. وأنا دائماً بسأل حالي لما بقرأ رواية أو كتاب، ماذا تعلمت من هذا الكتاب؟ هلأ إحنا قصصنا من الحياة، كلياتنا قصصنا تأتي من الحياة، ولكن هلأ حياتي تختلف عن حياتك وتختلف عن حياته، لذلك تختلف سيرنا الذاتية وتختلف مسيرتنا في الحياة. أنا بدي أحاول أدخل لمعنى أنا شفته كتير مهم في هاي الرواية. اللي بيعيش على الشاطئ يتقن السباحة، بس ابن الجبل غالبا لا يتقن السباحة، وبالتالي لما بده يتعلم السباحة على كبر يجد صعوبة شديدة، وغالبا لا يستطيع تعلم السباحة. هون يعني هون قضية القوة والضعف، نقاط القوة ونقاط الضعف في الإنسان، أصحاب المهن. أنا من مدرسة دو What you are good at، ودائما زملائي كلهم بيعرفوا هاي العبارة لأني بكررها كتير، Do what you are good at. يعني مثلا بطل الرواية الفرفار رجل تحري سابق، يعني يختار إنه يكون كاتب، يذهب إلى مهنة لا يمت لها بصلة، غير واثق من إمكانياته. أنا بنظري كان في خيارات أخرى أمامه، يعني دائما رجل الأمن ولا رجل التحري لما بيتقاعد يبحث عن وظيفة تتناسب مع هذه الخبرات والإمكانيات. زي اليوم في إشي اسمه أمن خاص، الأمن الخاص وظيفة منتشرة، وظيفة جيدة وإلى آخره. أنا أقصد القول إنه التركيز دائما على نقاط القوة في الإنسان أفضل من ضياع الوقت في التركيز على نقاط الضعف وضياع الجهد في نقاط الضعف. الدنيا أكيد يعني أقدار وأرزاق في النهاية، بس الدرس اللي موجود في هاي الرواية إنه دائما يجب على الإنسان أن يتجه نحو ما يتقن ويهمل ما لا يتقن. دائما ما نتقنه، خبرتنا في الحياة، مسيرتنا في الحياة، هي مصيرها النجاح،
والتقليد مصيره الفشل في النهاية. ودائما احنا بنعلق الامور على الظروف، والظروف تحكم، والظروف قد يعني تحكم علينا بان نعمل ما لا نرغب او ما لا نحب، صحيح، ولكن هذا النهج يجب ان يكون مؤقت، ومن لديه مهنة معينة او نقاط قوة معينة يستطيع ان يبحث ويستطيع ان يجد الخيارات المناسبة لما يتقن. انا لا استطيع الكتابة، يجب ان لا اختار مهنة الكتابة. فهاي الظاهرة شو سببها؟ ظاهرة الدخلاء على المهنة. سببها بالحقيقة هو دائما الكساد، وإحنا في زمن للأسف في زمن الكساد والفساد اللي بتداخلوا في بعض بطريقة عجيبة وينتجوا هكذا شخصيات كما وردت في الرواية. الشخصيات جميعها هامشية يا ست سمر، وجميعها امتهنت يعني ما لا تتقن، وجميعها كانت فعلا على تعيش على هامش الحياة ما عدا الكاتب، استثنى نفسه لأنه من بداية الرواية إلى نهايتها أنا شفته هو البطل وهو من يتقن عمله. وشكرا. في بدنا نحكي عن النهاية، توقعته في هذا حدا يحب يحكي على النهاية شو صار بالراوي بعد ما قال هو كان بظن نفسه أنه صار ملف، لأنه هو عم بيرتاد هذا المقع وبيقعد بجالس الكتاب وهو بصدد كتابة رواية. فكيف هذه النهاية لقيتوها؟ حدا بحب يحكي؟ يعني في أستاذ دانا تفضلي أو حابة. النهاية ذكرتني في كتاب قرأته قبل، هي نوفيلا قرأتها قبل كم يوم، اسمها يلتهم نفسه بادئا بقدميه لعبد الله زيود. بيحكي فيها في مقتطف، يعني بيحكي فيها انه كل يوم نحن حبكة جانبية في قصة الكون، انت بطل قصتك التي تصحو لتكمل كتابتها، وانا شخصية ثانوية فيها، وانا بطل قصتي وانت شخصية ثانوية فيها، وكلانا شخصيتان عابرتان في قصة المقهى الذي نجلس عليه او فيه، والمقهى مكان عابر في قصة المدينة، وهكذا. بهاي الرواية يعني إذا بدنا نطلع عليها من بعيد منشوف قد ايه فيها حبكات، بس هي ثانوية حسب الزاوية اللي منتطلع فيها. قد ايه بيهمنا بعض الشخصيات ووجودها، كيف نتطلع عليهم، شو اللي ممكن كيف يعني نفسر تفاصيل حياتهم أو نشوفها ونحللها، ممكن تكون ثانوية أو رئيسية، وإحنا نفسنا ممكن نكون حبكة في رواية أحدهم. يعني عجبتني كثير كيف يعني أنا شفتها إنه هي متشعبة جداً، بس هي ممكن تكون رئيسية أو ثانوية حسب كل واحد، يعني وين كيف منظوره أو شو الزاوية اللي بدرس فيها هاي الشخصيات اللي بتمر فيه بحياته. هي أنا بلاقي كمان هي النهاية تبعتها لما راح على مركز الأمن، يعني كانت بالنسبة لي مفاجأة، وبس كانت جميلة. يعني هو هيك شافوه إنه يعني توسع خياله، فصار يقدر يكتب تقارير بشكل أفضل، لدرجة إنه أنت أكتب لنا عن هاي. بس أنا مش يعني أنا كمان في نقطة رداً، في نقطة رداً على معتز على إتقان الشيء. أحياناً منوقع يعني منوقع بمفرق طرق بين الوظيفة تاعتنا والشغف. هل شغفنا بالشيء يعني أنه إحنا ما ندخل فيه وما نتقنه وما نتعلمه، ولا نضل على الوظيفة اللي ممكن تكون هي مش مناسبة لإلنا بس أتقناها بناء على التجارب والخبرة والممارسة. فهي كمان تلقي الضوء على الصراع بين الوظيفة أو اللي منتقنه وبين اللي منحب إنه نتقنه بس ما منلاقي وقت لإله. هو اختار الوظيفة بين هو رجع صح الراوي هو رجل أم اختار إنه يرجع مع إنه صار ماشي يعني هو على بس مضب. أنا شفته يعني هو تطور بسرعة، تطور كان يتعلم بسرعة، وبنفس الوقت هذا الإشي أثر على أدائه بالوظيفة اللي هو حتى ما اختارها، هو هم عرضوا عليه، يعني هو ما سعى لها، هو اعتقد انه خلص يعني طلع من شغله
وما عاد في له حاجه فيه. شكرا لك. في حلا ما تفضلي حاجه. حلا هلا أنا حبيت أكثر من شغلة بهاي الرواية. هلا بالنسبة للنهاية، أولها ما منكون متوقعين هيك، بس بعد ما نتعدى النص عند مرحلة معينة، بالذات لما اختفى الكاتب، أنا توقعت إنه يكون إنه هو اعتبره هو عبارة عن عامل إلهام لإله، واعتبره هو عبارة عن مادة غنية بتستحق إنها تكون رواية. رغم أنه هو نفسه المخبر السابق هذا كان متوقع أنه سرق فكرته، بس أنا صراحة توقعت أنه ما سرق فكرته، توقعت أنه هو اعتبره هو نفسه هو أنه يكون مصدر جيد أو مادة غنية للرواية. حبيت النهاية، وحبيت كيف رجعه بالآخر زي ما صار في الواقع، أنه رجعه للحقيقة، أنه رجعه أنه هو نفسه يرجع مخبر، ما يصير كاتب يرجع مخبر، لأنه كأنه بده يحكي له أنه أنت هذا، هاي هي طبيعتك، هذا الإشي اللي موجود في داخلك، مو فجأة بتقدر أنك تتحول وتصير حدا تاني، رغم أنه هو حاول كتير. هلا الشغلة بدي أحكيها عن الرواية. الرواية أنا أولها لنصها حسيت بالملل، لكن بعدين بصراحة عجبتني الأفكار اللي موجودة فيها، هي غنية رغم أنها بتوحي أنها بسيطة لكنها غنية. حبيت كيف وصف الوسط الأدبي والثقافي في الوطن العربي، المجاملات والنفاق والمصالح والتسلق ومحاولات الكتابة من قبل ناس غير صالحين للكتابة أصلاً. حبيت كمان كيف وصف الأنظمة الحكومية السلطوية اللي بتعتبر الكتاب تهمة، مجرد أنه عندك كتاب أنت متهم، عشان هيك لما رجعوه على الشغل على طول إجا لغى المكتب اللي عنده تماما، فمجرد أنه عندك كتاب فأنت متهم، مجرد أنك مثقف أنت مصدر خطر على, على, على الدولة. وهي كلها محاولات تقييد الحرية الأدبية ومحاولات تقييد الكتاب، هاي منشوفها في بعض البلاد العربية عندنا. النقطة الثالثة، حبيت أنه كيف وصف فعلا أنه الكتابة شو بتحتاج، بتحتاج خيال وأسلوب وفكرة، وبتحتاج ثقافة، وأحيانا بتحتاج تقمص للأدوار، بتحتاج عواطف، وبتحتاج موسوعة لغوية. عشان هيك إذا بتلاحظوا هو صار يروح على المكتبة، مكتبة الأعلاف، ويشتري كتب أكثر عشان يوسع موسوعته اللغوية، يصير في عنده لغة يكتب فيها. هي مو بس بتحتاج عواطف، هي كمان إذا ملاحظين هم في خلال الرواية، الكاتب بيّنوا أنه إنسان بليد ما عنده أي نوع من المشاعر، وهذا إشي يتعلمه خلال تدريبه. مثلا لما شاف الأولاد رابطين كلب بعزبوه، اطلع وما حكى إشي، كان مستعد مثلا أنه يحبس زوج خالته بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، رغم أنه زوج خالته ولا إله دخل في الدنيا. كان جفص كتير مثلا أولها مع الشخص اللي بحاول يفرجيه صورة من الجريدة، لكن بعدين إذا لاحظته لما صار يحاول يتعمق في الناس أكتر وحاول يصير يكتب، بدأت تصير عنده مشاعر، لأنه الكتابة هي مو بس بتحتاج مشاعر، الكتابة كمان بتولد عندك مشاعر، بتخلي الإنسان يشعر بالآخرين، وبتصير الأشياء تلامسه أكتر، وبالتالي هو صار نظرته للأشياء نوعاً ما صارت بدت إنها تختلف قبل ما يرجعوه إنه يصير مخبر، بس كان على الطريق إنه هو إنسان يصير في عنده مشاعر أكتر. صار مثلاً متعاطف مع زوج خالته أكتر، صار يتعامل مع الشخص اللي بده يفرجي الصور في الجريدة بطريقة مختلفة، وخباله جريدة كمان، فصار بدأت يصير في شوية اختلافات على ملامح الشخصية تاعته. ففي أشياء في الرواية كانت كتير كتير صراحة حلوة، انذكرت ممكن تكون على السريع، لكنها الرواية أغنى من ما بتبين في من الخارج، يعني لما تدخلي فيها مزبوط بتلاقيها غنية كتير. وبس، يعطيك العافية سمر. العافية، شكرا لك. فيه احنا تجاوزنا الوقت، بس بناخد اذا تحبوا، يعني في اكتر من، خلينا نكمل الباقي سمر، ناخد الباقي. في استاذ عفيف، وفي بعدها في استاذ احمد، واستاذ حياة، وسيد. تفضل استاذ عفيف. أنا بالنسبة للنهاية، طبيعي من بعد ما استعرضنا أو الكاتب أعطانا نماذج مختلفة للشخصيات الهامشية بالرواية، وكل واحد عم يحاول يشتغل غير عمله،
استطاع بصفته كاتب موهوب انه يلتقط هاي الافكار اللي قدم له اياها عبد الله فرفار اللي اطلق عليه لقب كاتب موهوم، وعمل له توليفه وظهرت الروايه بعنوان صائد اليرقات، لانه استطاع هذا الف تي انه يصطاد هاليرقات اللي قدمها فرفار واظهرنا لها بشكل روايه مكتمله، واعاد عبد الله فرفار اعاده الى مكانه الطبيعي. انا بس بدي اشير لشخصيه عبد الله فرفار، بدي اقول انه الملاحظ انه الموقع الوظيفي او السلطه او السلطوي لاي كان بيفرض نوع من طريقه التعامل الجمهور معه، هالشيء هذا بيختلف اذا هالشخص هذا ترك موقعه بالسلطه او بالوظيفه، وهذا لاحظنا من خلال تعامل صاحب المكتبه او الخياط مع عبد الله فرفار أثناء خدمته وما بعد تركه للوظيفة، يعني حتى صار يناديه باللقب تبعه يقول له يا فرفار أو يا حرفس. من هون يمكن الكاتب أو الأمير تاج السر أشار أنه هيك يعطي لمحة صغيرة أنه هالسلطة في معظم بلداننا يبدو أنها ترهب ولا تهاب، يعني كان يخافوا منه وبس ترك بطلوا يهابوه. فكمان هي إشارة أنا لفتت لي نظري بطريقة التعامل مع عبد الله فرفار كرجل أمن بالخدمة وكرجل أمن متقاعد. يعطيكم العافية وسررت بالتواصل معكم، وإلى اللقاء في لقاءات مقبلة إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. في الأستاذ أستاذ حياة أو الأستاذ عفوا أستاذ أحمد طه. بالنسبة لنهاية الرواية، نهاية الرواية كانت قوية جدا. شوي تعلي الصوت شوي. نهاية الرواية كانت منطقية جدا، وإن كانت غير متوقعة، يعني نحن كلنا ربما بعواطفنا أردنا أن ينجح عبد الله فرفار في أن يصبح كاتبا أو روائيا، وهنا تكمن عبقرية المؤلف أمير تاج حسن، لأنه أمير تاج السر عفوا، لأنه قدم الواقع والحقيقة المنطقية أولا. لأن شخصية عبد الله فرفار من البداية لم تكن لا شغفه الكتابة وليس لديه عقلية كاتب أبدا، والدليل أنه رغم كبر سنه لم يتزوج ولم يدخل علاقة حب، حتى نظرته للآخرين، يعني حتى نظرته للمؤلفة رغم ما فيها وما عليها، إلا أنه يعني منذ البداية وبدون أن تكون لديه أي فكرة عنها كان ينظر لها بتعليق. أتكلم عن عبد الله فرفار ولا أتكلم عن المؤلف، فكل مؤشرات الشخصية تدل أنه أو أيضا حتى أنه حتى في التطور الطفيف الذي حصل له في وسط الرواية كان بسيطا، معناتها حتى بعد ذلك التطور الذي حدث له لاحظ أنه لم يتعاطى بعاطفة كبيرة مع عمته وزوجها، بل كان تعاطفه أقرب إلى الجفاف معهما في أغلب أوقات الرواية. لهذا رغم أني أنا شخصيا أردت أن ينجح عبد الله فرفار أن يصبح كاتبا أن يصبح روائيا، ولكن الحقيقة شيء ما نأمل، والحقيقة في الغالب شيء آخر. فكل المؤشرات وكل مكونات شخصية عبد الله فرفار تتجه به أن يكون رجل أمن ورجل أمن فقط. تحياتي لكم وإلى اللقاء بلقاءات أخرى. شكرا لك. شكرا أستاذة حياء. مرحبا. في الخلاصة، خلاصة أولا سيدة سمر، أنا والدة أحمد. أهلا ونقطن ولايتين مختلفتين، وفي الشمال وأنا في الجنوب. خلاصة فكرة أمير تاج السر هو أن لكل منا دور في الحياة، وأن لا يمكن تداخل الأدوار، لأن تداخل الأدوار يفسد النسيج الاجتماعي أو السياسي والاقتصادي. لكن الفكرة اللي ركز عليها أيضا هو آلية رجل الأمن مفرغ من العاطفة، أن رجل الأمن مفرغ من العاطفة، بحيث كما أشار أحمد ليست
يتكلم عن عمته، عن زوج عمته، عن صاحب مكتبة أعلاف، يتكلم بكثير من الجفاء عن فتاة الجينز ذات الجينز الباهت والشعر البني. أردت أيضا القول أن الأمين تاج سر، أمير تاج سر، أعطى إيحاءات في الرواية أنه في رجل الأمن عاجز على غير دور الأمن، لأنه فرغ عاطفيا، فرغ إنسانيا. في صفحة 69 يقول: لا يعرفون عن رجال الأمن، لا يعرفون عن الرواية سوى أنها تدخل في أحيان كثيرة ضمن خيانة الوطن. هذا تعريفه. صفحة 113 يقول: كنت أتصل بين لحظة وأخرى ببعض زملاء القدامى في الأمن الوطني الذين كانوا يرصدون المظاهرة منعا من تسلل عناصر تخريبية. ظل رجل أمن، هو ظل رجل أمن يتحرك بآلية، حتى وهو صاحب في يحمل مشروع رواية ويتمنى كتابة رواية، وكان داخل المسرح لما خرج في ظل المظاهرة اللي أحدثها زوج العمة اتصل برجال الأمن. يعني أعطانا إيحاءات بأن رجل الأمن إنسان مفرغ من إنسانيته، مفرغ من عاطفية، من العواطف، خاصة في دول ذات نظام شمولي. شكرا وبارك الله فيكم. شكرا لك. شكرا لهذا الأستاذ. الأستاذ سعيد. شكرا، لا أريد أن أطيل، لكن أنا أتفق مع السيد دانا. السيد دانا لاحظت ملاحظة كثير مهمة، إنه شخصية عبد الله فرفار تطورت من البداية حتى النهاية، يعني ما بقي الثابتة، في تطور ملحوظ. فأنا أؤمن بأنه هاي النهاية، إحنا موضوعنا عن النهاية، هاي النهاية مفتوحة غير محسومة، زي نهاية إيفا كيف ناقشناها، إحنا نهاية مفتوحة قابلة للتأويل. الدلاك برضو قصته منقوصة وغير واضحة، حفار القبور والمشجع نفس الشيء، كلها قصص تفاصيلها ممكن الخوض فيها وتأويلها والحديث بشكل مطول عنها، فهي قصص غير مكتملة. هي يرقات، كلها هذه نحن أمام يرقات، يرقة إيفا، يرقة الدلاك، يرقة حفار القبور المشجع، ويرقة ممكن يكون عبد الله فرفار. فالنهاية، النهاية أنا أؤمن شخصيا بأن النهاية كتبها عبد الله فرفار وليس ألف تاء. ليش؟ عندي أنا دليل واحد ممكن أطرحه، إنه هو قدم لنا كاتب النهاية بأنه ألف تاء، وألف تاء هذا هو الأسلوب الكتابي الذي يكتب به عبد الله فرفار، لأنه تعود في التقارير أنه يضع الحرف الأول من الاسم والحرف الثاني، يعني الحرف الأول والحرف الثاني، فهذا أسلوب كتابي، ألف تاء هو أسلوب كتابي يكتب به عبد الله فرفار. فأنا عندي يقين يعني أو شك، مش متأكد، هي نهاية مفتوحة في الأخير، ممكن الواحد يفسرها هكذا أو هكذا، بأن شخصية عبد الله فرفار تطورت وحسن في كتابته وحسن في قراءته وتطور حتى هو كتب النهاية، يعني كتب كل شيء حقيقي، لكن عندما وصل عند النهاية تخيل وجود شخصية اسمها ألف تاء، وتخيل أنه تحدث معها، وتخيل أن هذه الشخصية أخذت منه ما كتب من قصص، وأنها حكت له أنه راح أضيف، أنا راح أحذف كذا وراح أحذف كذا، وراح أضيف عليها أنك أنت ستعود إلى العمل، وهو عاد إلى العمل. إذن النهاية في نظري مفتوحة، ممكن يعني أن نناقش أن عبد الله فرفار هو من أنهاها بعد أن تطورت كتابته، وممكن تكون هاي رسالة بقدمها ألف تاء نفسه، اللي هو إذا هو كان أمير تاج السر، بأنه إذا أردت أن تكتب يجب يعني أن يكون عندك ولع، passion، أن تقرأ باستمرار، أن تطور من هاي موهبة ممكن الإنسان أن يطورها. وشكرا جزيلا لكم. شكرا، شكرا لحضوركم وعلى إضافاتكم التي وضحت كثير من الرواية، إلى شك أن تحتوي على كثير من الإشارات والإيحاءات. طبعا أنتم كلكم يعني أبدعتوا في وصفكم وفي إضافتكم، لفتوا نظرنا الأمور كثيرة يعني في هاي الرواية، هي لها دهاليز كثيرة، فكانت هاي الرواية جديدة جميلة وهي محفز أيضا للتفكير. شكرا لكم، وإن شاء الله أشوفكم المرة الجاية، المرة القادمة إن شاء الله. شكرا. شكرا سمر، وشكرا للجميع. الله يعطيكم العافية. سمر يعطيك العافية. شكرا. شكرا لكم.
يعطيكم العافية. بتحبوا نحكوا عن الأسبوع الجاي؟ هذا نحكي لنا. الأسبوع الجاي بنفس التوقيت حيكون في نقاش لفيلم سوداني ماخذ جوائز اسمه ستموت في العشرين، فحنبعت اللينك موجود على يوتيوب وموجود على نتفليكس للي حابب يحضره. بنفس التوقيت طبعا. نفس التوقيت 7:30 بتوقيت الأردن. 7:30 بتوقيت الأردن. بالنسبة لفي لميس كانت تسأل توقيت مصر، ما بعرف إذا إحنا ومصر نفس التوقيت ولا في ساعة بيننا. في ساعة. في ساعة. في ساعة يعني هما 8 أظن صح؟ 6:30 هما 6:30 إحنا 7:30 6:30 لميس 6:30 بتوقيت مصر و 7:30 توقيت عمان. مزبوطة. شكرا لك سمر، يعطيك العافية. شكرا لكم. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا، يعطيكم العافية.